بعد المعارك الرائعة التي قدناها سابقة، هي معارك نضالية حقيقية الطن على ما جاء في البنود التخريبية أو جاء من بنود التخريبية في النظام الأساسي الجديد الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية وصدقت عليه الحكومة. هذه البنود التخريبية باش نكونوا نهضروا ونوصلوا رسالة للجميع. اليوم الأستاذ أصبح يعاني الحقرة، هذه الحقرة هذه اللي تعانيها الأستاذ هي حقرة كبيرة. هذه الحقرة ماشي عندنا صراع مع الأمهات ولا عندنا صراع مع الأبناء ديالنا الفلاذات الأكباد ديالنا، ولكن عندنا صراع مع الوزارة. الوزارة اللي اليوم بغات تحقرنا، الوزارة اللي حقراتنا، الوزارة اللي مازال تتمادى في الحقرة ديالها. نقول لها من هذا المنبر حنا ما نتراجعوش، حنا ما نرجعوش إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة ديالنا. المطالب العادلة والمشروعة ديالنا راه مستطرف ملفات مطلبية واضحة، منها أولا الزيادة في الأجر، المماثلة ديال الأرقام الاستدلالية وغيرها من المطالب الكبيرة جدا اللي كاينة عندنا اليوم في قطاع ديال التعليم. هاد المطالب اللي هي يمكن نقول عليها مطالب فئوية أو مطالب جماعية اللي حنا اليوم تندافع عليها، ماشي هي لهذا الجيل هذا من الأساتذة. راه الأجيال المقبلة اللي جاية غادي تلقى الوضع كارثي، غادي من السيء إلى الأسوأ، وهذا الوضع الكارثي حنا ما غنخليوش الأجيال، لن يحاسبنا التاريخ. نقول من هذا المنبر سنستمر سنكتف الجهد من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية أولا، ضد تخصصات المدرسة. احنا ناعين جيدة، احنا أبناء الشعب وتنتميو للعموم المواطنين والمواطنات. سندافع عن المواطنين والمواطنات، سندافع عن الفلاذة الأكباد ديالنا، الأبناء ديالنا، التلاميذ ديالنا باش أنه يقراو. احنا الأساتذة اليوم مستعدين أنه يشتغلوا مع التلاميذ بجهد مضاعف، ولكن من بعد تحقيق المطالب ديالنا. نقول لما احتضا على المدير الاقليمي ديال طنطان، هذاك المدير الاقليمي تلك التصريحات المشوهه اللي تقولها الاساتذه، حنا تنقول له من هنا اذا كنت مديرا اقليميا فعليك ان تستقيل من منصبك، فعليك ان تغادر هذه الوظيفه لانك لست مديرا اقليميا ولست فاعلا تربويا. اليوم الفاعل التربوي ينبغي ان يكون مع الجماهير للدفاع عن المدرسه والوظيفه العموميه. حنا غندافعوا على المدرسه والوظيفه العموميه وغنقضي وليدات الشعب وغادي نتضامنوا مع كافه الجماهير الشعبيه. اليوم كاين الغلاء، كاين الزيادات، كاين بزاف ديال الحويجات اللي الحكومه المغربيه تتنهجها، وينبغي ان ندافع باستماته على حقوقنا العادله والمشروعه. نشكر الصحافه التي تواكب هذه المعارك النضاليه، الصحافه الوطنيه، نشكر الجميع، شكرا لكم وتحيه نضاليه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.